السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم رح نتعلم كيف نصمم 5 خيارات انفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا أصدقائي يوجد على موقع عالمكم العديد من القوالب والملفات وأشكال الانفوغراف القابل للتعديل على برنامج باوربوينت. وأيضا يوجد على موقع عالمكم العديد من الكورسات المتميزة. في البداية أصدقائي رح ننقر باليمين ورح نختار تنسيق الخلفية. رح نختار التعبئة بهذا اللون. رح نتوجه إلى إدراج ومن أشكال رح نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة. رح نرسم مستطيل بهذا المكان. من محاذاة رح نختار محاذاة إلى الوسط. هذا المستطيل رح نحطه بدون إطار ورح نحطه بهذا اللون ورح نكرره بالضغط على كنترول وسحبه ورح نرفعه لفوق شوي ونغير لونه للون الأبيض. رح نقر على هذا المستطيل اللون الأبيض باليمين ومن تحرير النقاط رح نحدد هي النقطة ورح نسحبها لقدام شوي ورح نحدد النقطة اللي فوقها ورح نسحبها لهذا المكان. هاي النقطة رح نسحبها من هذا السهم ورح نظبط الزاوية. بهذا الشكل أصدقائي قمنا بتظبيط الزاوية. رح نحدد الشكلين ورح نقر عليهم باليمين ومن تنسيق العنصر تأثيرات ظل. من الداتا المسبقة رح نختار لأسفل اليمين المستطيل باللون الأزرق أو بالخلفية. رح نسوي له شوية ضبابية ونزود المسافة شوي ونقلل الشفافية، والمستطيل اللي باللون الأبيض رح نزود الضبابية فقط. رح نتوجه على الشريحة أنا قمت بإعدادها مسبقا ورح أخذ الرقم مع النص مع الأيقونة رقم 1 كنترول سي ورح أجي على هاي الشريحة اللي نحن عم نصمم فيها وأضغط على كنترول في. رح أحط النص بمكانه والأيقونة رح أحطها بهذا المكان والرقم رح أحطه بهذا المكان ورح أحطه باللون الأبيض. رح أكبر الرقم شوي. هلا أصدقائي رح نحدد كل هدول الأشكال ورح نقر عليهم باليمين ورح نعطيهم تجميع. رح أكرر هذا الشكل بالضغط على كنترول شيفت وسحبه للأسفل بهذا الشكل. وهذا الشكل اللي قمت بتكراره رح أنقر عليه باليمين ومن تجميع رح أختار فك التجميع. اللون الأزرق رح نغيره لهذا اللون والرقم رح نسويه 2 وهي الأيقونة رح نحذفها ورح نجيب أيقونة جديدة. ورح حدد كل العناصر ورح انقر عليهم باليمين ورح اعطيهم تجميع. بعدين رح اتوجه الى تنسيق الشكل ومن استدارة رح اختار انعكاس افقي. هلا رح حدد العنصرين او الشكلين ورح اكررهم بالضغط على كنترول وسحبهم للاسفل، وبعدين هاد رح اقوم بتكراره كمان للاسفل. رح احطه بهذا المكان وهذا الاول رح نزله تحت شوي، وبعدين رح حددهم كلهم ومن ترتيب محاذاة توزيع عمودي. هلا رح اقوم بتحديد هدول 3 عناصر، رح انقر عليهم باليمين ومن تجميع فك التجميع، ورح اقوم بتعديل الالوان. رح احدد هذا الشكل رح اختاره بهذا اللون واكتب هون 0.3. رح احذف الايقونة ورح اجيب ايقونة جديدة. بعدين رح اقوم بتحديدهم ورح أقر عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع. هلأ كمان رح أجي لهون رح أكتب 0.4، رح أحذف الأيقونة ورح أجيب أيقونة جديدة ورح أغير لون المستطيل لهذا اللون، وهون رح أكتب 0.5 وأقوم بحذف الأيقونة وأجيب أيقونة جديدة
وحطها بهذا المكان. هذول العناصر حددهم رح نقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم تجميع، وهذول العناصر كما رح أقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم تجميع. فقط بدي أغير اللون للعنصر رقم 5. رح أحدد رقم 1 ورقم 3 ورقم 5، رح أسحبهم لليسار. بعد رح أحدد كل الأشكال وأقرأ اليوم باليمين وأعطيهم تجميع، ومن محاذاة محاذاة إلى الوسط. رح أقوم فقط بالتصغير شوي ورح أعطيهم محاذاة إلى الوسط، فعله فوق شوي. بعدين رح أقرأ عليهم باليمين ورح أعطيهم فك التجميع. هلا أصدقائي رح أجي على هي الشريحة، في عنا هذا العنوان رح نقوم بنسخه ورح نقوم بلصقه بهذا المكان ورح نحطه باللون الأبيض. طبعا هون له ظل باللون الأبيض، رح نقرأ عليه باليمين من تسييق الشكل، خيارات النص، تأثيرات النص، وظل باللون الأبيض. رح توجه هلا إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار منحني. رح نصغر الشريحة معنا شوي ورح نقوم برسم منحني عشوائي. بهي الطريقة. بعدين رح نقرأ على هذا المنحني باليمين، ومن تنسيق الشكل رح نختار تعبئة متدرجة، طبعا خط تعبئة متدرجة رح نختاره من 5 ألوان. اللون الأول رح نختاره باللون الأزرق الفاتح، اللون الثاني رح نختاره باللون اللي بعده، اللون الثالث، واللون الرابع، وآخر لون اللون الخامس. اللون الأول رح أعطيه شفافية 25، وآخر لون كمان رح نسويه شفافية 25. اللون اللي بعده رح نسويه شفافية 30، واللون اللي قبل الأخير رح نسويه كمان شفافية 30، واللون في المنتصف رح نسويه شفافية 40. رح نتوجه إلى تنسيق الشكل، ومن إطار السماكة رح نزود السماكة شوي، ومن تأثيرات ظل رح نختار ظل للأسفل اليمين ورح نزود الشفافية شوي، وبعدين رح نقر عليه باليمين ورح نعطيه نقل إلى الخلفية. بعدين رح أتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح أختار مرة ثانية المنحني ورح أقوم برسم منحني بهذا المكان. رح أحطه بهذا المكان ورح أحط هذا الشكل بدون إطار ورح أنقر عليه باليمين، ومن تنسيق الشكل تعبئة متدرجة ورح نشيل الشفافية عن الألوان، يعني نسوي الشفافية 0. هذا الشكل رح أقوم بتكراره بالضغط على كنترول، رح أحطه بالزاوية المقابلة. بعدين رح أقوم بحذف الألوان. لون أصدقائي بيكون خلصنا عملية الرسم. هلأ عملية التحريك، فرح أحدد العنوان، ومن حركات رح أختار تحريك للداخل، من خيارات التأثير رح نختار من الأعلى. رح نفعل جزء الحركة ورح ننقر على الحركة تبع العنوان باليمين، ومن خيارات التأثير رح نعطيها وثب عند النهاية أو وثب إلى النهاية. سريعة شوي رح أقوم بتبطيء الحركة شوي. رح أحدد المنحني مع الشكل، مع الشكلين البيضاويين هدول، ومن حركات رح نختار التضاؤل مع السابق ورح نعطيهم تأخير بنسبة 50. رح أحدد هلأ هدول الأشكال ورح أعطيهم تحريك للداخل، من خيارات التأثير رح أختار من اليمين. رح أزود المدة شوي ورح أنقر عليهم باليمين، ومن خيارات التأثير وثب إلى النهاية. رح أحدد هدول الشكلين، هدول رح يجوا من اليسار. بعدين رح أحددهم مرة ثانية هدول الخمسة، ومن البدء رح أختار بعد السابق
هلا رح نشغل الشريحة ورح نشوف الحركة كيف رح تصير معنا. والهون يا أصدقائي بيكون تعلمنا كيف ننشأ 5 أشكال إنفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. كما كان عبد السلام صالح من موقع كما كان عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.